بس تعرفنا باسمك؟ عبد اللطيف مصطفى، طالب كلية الإعلام جامعة قطر. عبد اللطيف، هذه كانت مشاركتك الأولى في مرجان جديد الأفلام الوثائقي، خبرنا عن الفيلم اللي شاركت فيه. الفيلم شاركنا به اسمه The Way to the Orangs، يتكلم عن قبائل الأورينجز بماليزيا، قبائل السكان الأصليين. والفيلم من إخراجي أنا وعبد اللطيف وعبد الرحمن صاحبي. الفيلم 10 دقائق، عبارة عن طريقنا من اسمه The Way to the Orangs، طريقنا إلى هالقبائل. هالقبائل إلها سمعة سيئة في ماليزيا، الكل يتكلم عنها كلام يعني إنهم خطرين، إنهم يعني إذا شافوا أحد غريب يتعدوا عليه. فكانت فكرتنا إنه إحنا نغامر ونروح نشوف هذول القبائل ونشوف هل بالفعل الكلام اللي يقال عنهم صحيح أم لا. وتغير سيناريو الفيلم كله في نص الرحلة إلهم، لأنه كانت مسافة الرحلة 400 كيلومتر وصار حادث، وبالتالي غيرنا سيناريو الفيلم وتغيرت القصة، وفعلا صارت أحلى من اللي إحنا كنا ناويين يعني نصورها. طيب خبرنا عن تجربتك كمشارك لأول مرة في المهرجان، هل شفت هاي المشاركة نافعة؟ هل فعلت مهارات أنت كنت تدور على مكان توظفها فيه؟ كمشاركة أولى في المهرجان أنا أعتبر نفسي صراحة محظوظ، ويعني فرصة هاي بالنسبة لي، لأني فعلا انعرض فيلمي وشافوه مخرجين. البيئة في المهرجان جزيرة حاليا قاعد نلتقي مع مخرجين كبار، نعرض عليهم أفكارنا، فعلا تلاقي تشجيع. يعني صراحة المهرجان كان بالنسبة لي يعني شجعني أنه أشارك مرات عدة، أو أني أدخل في يعني كاتيجوريز جديدة، أو أني أدخل في يعني أفلام طويلة أو قصيرة أو متوسطة. وأعطاني مثل دفع أنه فعلا المهرجان يهتم بالأفق الجديد ويهتم بالأفكار الجديدة، على أساس أنه إحنا نوصل أفكارنا للناس. جزاك الله كل خير.